أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. على صور الأقمار الصناعية لهذا المساء نلاحظ خلو المملكة من أي تواجد من الغيوم، باستثناء بعض الغيوم العالية التي كانت متواجدة في المنطقة الشرقية. أيضا هناك بعض الغيوم المنخفضة في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة، فنلاحظ اندفاع كتلة هوائية دافئة إلى حارة نسبيا لتسيطر على معظم أجزاء المملكة تدريجيا، بحيث تصبح تأثيرها يومي الأربعاء والخميس واضحا. وهذا اللون الأحمر يمثل الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأعلى والحارة نسبيا، خاصة بيكون تأثيرها على المناطق الجنوبية والغربية من المملكة، وأيضا المناطق الوسطى من المملكة راح يكون تأثيرها بشكل واضح. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة: أجواء صافية لطيفة في الرياض، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 15 درجة مئوي. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة: درجات حرارة معتدلة في النهار، أجواء مشمسة في النهار يومي الثلاثاء والأربعاء مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. العظمى المتوقعة في الرياض يوم الثلاثاء 27، ولكن الأجواء بالليل لطيفة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 17 يوم الأربعاء. أجواء معتدلة نهارا مشمسة أيضا، العظمى المتوقعة 32 والصغرى بالليل 21 مع أجواء لطيفة. لكن يوم الخميس هناك إثارة للغبار والأتربة، مع تكون الأجواء تقريبا ما بين دافئة إلى حارة نسبيا، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض يوم الخميس 34 درجة مئوي. لكن الأجواء أيضا بتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها يوم الخميس ليلا، وتسجل الصغرى 23 درجة مئوي. الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصورة المتوقعة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية. بنلاحظ المنطقة الشمالية أجواء معتدلة ومشمسة بالنهار، يتخللها ظهور بعض السحب العالية. العظمى المتوقعة في سكاكة 28، الصغرى 13، أجواء لطيفة ليلا لكنها تميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر. عرعر لطيفة نهارا وأيضا تميل إلى البرودة قليلا بالليل. تبوك أيضا ما بين لطيفة إلى معتدلة نهارا، تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. المنطقة الغربية من المملكة أجواء مشمسة دافئة إلى حارة نسبيا تقريبا. المدينة المنورة 33 العظمى والصغرى 19، جدة العظمى 28 والصغرى 22، مكة المكرمة ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا، العظمى المتوقعة 34، أجواء مشمسة بالنهار لطيفة بالليل، الصغرى المتوقعة 22، الطائف أيضا أجواء مشمسة نهارا معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى المتوقعة 27 والصغرى 16 درجة مئوي. المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا، في فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا. العظمى المتوقعة في الباحة 21 والصغرى 15، أبها العظمى 23 والصغرى 13، جازان العظمى 30 والصغرى 26 درجة مئوي. المنطقة الشرقية من المملكة أجواء معتدلة ومشمسة نهارا لطيفة ليلا، حفر الباطن 26 العظمى والصغرى 15، الدمام 26 14، الإحساء 28 إلى 14 درجة مئوي. المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أيضا أجواء مشمسة ومعتدلة نهارا ولكنها لطيفة ليلا، حائل 28 15، بريدة 29 18، الرياض 27 إلى 17 درجة مئوي. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع أوقات سعيدة وموفقة، ولكم أطيب تحية من طقس العرب.